ما عم تشوفي؟ طول طول. ايوه. طيب واذا اكتشفت انه عم تكذبي علي يا حلوه؟ يحل ايامك سيدي، ابوس روحك. سيدي ليش اكذب؟ حدا بيكذب على الحكومه؟ اصلا انا لا بحب الكذب ولا بحب الكذابين. والله فعلا ان الكذابين ما بينحبوا. طول. بس اذا عرفت انك عم تكذبي انا شو رح ساوي؟ شو رح تساوي سيدي؟ يعني مثلا اذا عرفت انه عم يحكي معك وما خبرتيني شو ممكن ساوي؟ لا سيدي انا ما بحبه اصلا، قرفت منه، بدي اطلع بدي اطلع بدي اتجوز بكري بكري ابن عمي صاحب بعمل الكلسات والكلاسين. والله زعلتيني، شو تطلعي ما تطلعي؟ تعاطفت معك وناوي ساعدك اذا بدك، لذلك فوتي جيبي لي هويتك منشان خلصك من هالمجرم والارهابي، تفضلي فوتي. ماشي سيدي. ايش تشربوا؟ تمر هندي، شراب اللون. جيب الهويه. انت شامي؟ الشباب واقفين، بلكي بيساعدوكي شوي. ايش علي ايش علي، يعطيكم العافية، كل ما احوس رح اخبركم ايش هالديكور الحلو. هاد تفضل سيدي. صعيبة ايش؟ والله لو بيطلع بايدي لا اشحطك بالشوارع يا كلبي يا بنت الكلب. ايش سيدي ايش سويت؟ ولأم ملسان شوفي هويتك صارت معنا، يعني ما فيك بعد اليوم لا طلع ولا فوتي، وجوزك بدك تجيبي لنا اياه وصر مايتي فوق راسك وراسه، عم تفهمي بليه؟ سيدي انا ما دخلني ما دخلني، انا طلع فاسد. انت طلع فاسد وبده حرق. صحيح احنا يعني ما رح نشحطك بالشارع مثل الكلبه، بس لازم تعرفي من اليوم ورايح انه صرتي معتقله بزريبه 5 نجوم لانك حطيتي براسي، فهمتي؟ ايه. بما انه طبخاتك كثير ظراف فالشباب رح يجوا كل يوم يهزوا لك هالبدن وياخذوا لك الطبخه. يلا على السياره يا شباب. شو صار معه؟ مشي الحال، لقينا بيت. والله لقيت بيت؟ ايه بيت كويس، تاركين اصحابه مشي 5 شهور ما فيه حدا. وانت شو عرفك؟ قعدت مع سمان لساته قاعد بالحاره، حكى لي كل شيء. قعدت مع سمان وانت بالمنظر يا بني ادم؟ لك ما اشكر مبين مطلوب. لك انت ليش مفكر انه كل العالم بالحاره بيصدقوا التلفزيون وبيحكوا مثله؟ اطار عقله لما شافني وحكى لي كل التفاصيل عن الحارة، البيت اللي لقيناه كويس. بعد ما سمعنا لا وحياة اختي ماني مرتاح، لا والله ماني مرتاح. طمن ابو الزين، كرمال الله طمن، مو ناقصك. حكيت مع الزلمة وسألته، الحارة بتاخذ العقل، صايرة بدخلة، وما بدها شي القصة. بنكسر باب وبنفوت بنعود، هي هي كل السالفة. ماشي. نكسر باب ونفوت بنعود. ماشي. شباك ما بعرف ماني مطمن. شو شباك؟ شو هالحكي؟ نكسر باب فوت نعود وحاكي مع السمان؟ ابو الزين خلاص، على كفالتي على كفالتي، اللي بصير عليك بصير علي. لك شو على كفالتك؟
ايش راح نشتري سياره نحن على كفالتك؟ علينا استلمني هلا. ما بدي استلمك ولا شيء. ما جبت اكل؟ ما لقيت اكل. ليش في اكل؟ دعي لربك بركي من لقينا شويه اكل بالبيت اللي بنروح له. ساعتين عند السمان ما في اكل، بس فيك تقر وتقرقر انت وياه ساعه ونص. دقي ما معي مصاري، خجلت اطلب منه. كل اللي عنده كم علبه مرتديلا وكم علبه جبنه. خلاص اخي، بس العتمه العين نحمل حالنا ومنقول يا كريم واللي كاتبه ربك يا محلا. بسرعه روقنا ابو الزين، ما شايفني متوتر بخيالي؟ قلنا لك القرنه امنه. يلا 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 خلص. يبعث لي قله من عند الله. لك يلا لك يلا فوق الفقر نزوح وتهجير. الله يسترنا من اللي جاي. الله يسترنا من اللي جاي. قوم غسلوا. معنا من دمشق الناشط أبو سومر السوري، شكرا جزيلا لك. مستحيل، شلون يعني هيك؟ إيه؟ شو بك أبو الزهي؟ شو في؟ جابر طلع على التلفزيون وعلى أساس ميت هو كان. جابر جابر ما غيره؟ لك إيه جابر ما غيره؟ جابر طلع عايش. لك هلا مدري شو نط المذيع قال ابو سومر مدري ابو بطيخ مدري شو، بس هو جابر. جابر انا بعرفه. لا تكون مخربط. طيب شو مخربط؟ مخربط؟ والله ما اتفهمت. لحظة اقسم بالله ما اتفهمت. ما في تروح يعني ما في تروح. لك يحيى بدي روح، لازم روح، ضروري روح. ولك يا ابو الزين مشان الله، يعني روحتك هاي شو رح تفيد؟ خليني اجي معك، شو رح يصير معك اذا رحت؟ لك اخي بتاكد انه هذا اللي طلع على التلفزيون هو جابر؟ بتاكد انه جابر عايش ولا لا؟ لك يا حبيبي ان كان عايش ولا ميت كان وصل لك خبر. ما بعرف بجوز ما بتعرف شو ظروفه. شو بدكم ظروفه؟ لك في ألعن واحقر من الظروف اللي عشتها انت. حاجه تضحك على حالك لك ابو الزين. الزلمة لو كان بهمه أمرك كان جن مثلك، مثل ما أنت جانن هلا. بعدين يا أخي روق علي هالكم يوم، بركي منحصل تغطية نت، بنسأل حدا من الناشطين اللي بنعرفهم وين قاعد، وين عايش، بتروح هيك على العمياني؟ لك روحتك هلا معناتها موت، موت لك أبو الزين مو لعبة. بس هذا كمان جابر. يحيى أنت ما بتعرف شو يعني جابر عند أبو الزين. وأنت ما بتعرف غلاوة أبو الزين عند يحيى. أنك سائل عن روحك، أنا سائل عنها وحبة مسك. يعني أنت هلأ خايف علي يموت؟ مالفني كل يوم عم موت قدامك 100 موتة، وين الجديد؟ أخي ما في روح، ما في روح. روح طق راسك بالحيطان اعمل اللي بدك يا روح من هالبيت. طق راسي بالحيطان ناقصني طق راس أنا بالحيطان وبالأكل الهوا تبعك. لك يا يحيى مشان الله تفهم. لك ببوس إيدك، ببوس إيدك مشان الملائكة تفهمني. خليني بس روح. لك يا زلمة أنا إذا لقيت جابر بجوز بدي ألاقي حالي. تعبت تعبت من كثر الضياع مشان اللي خلقك. ابو الزين يا ابو الزين.
الله يحفظك. كسكوا الكلاب ولا تروحوا خلوا طائراتكم بعيد عن الصغار ولا تطلعوا منا. طلعوا منا شو بدكم فينا؟ كفحوا لي باب ولا تفتحوا افتحوا. والله عيب عليكم، واحد جربوع مثل هاد يضيعكم. بس على كل حسابكم مو هون بالاطعم الحاسب. قائد فصيل مسلح وبدك تحرر مايك. هدول مو اهل بلدك اللي عم تقتلوا؟ لا سيادة المحقق، اهل بلدي قتلوا اهلي وناسي وما وفروا حدا. عوا على بصرك وبصيرتك اللي وعدك بالجنة والحريات. صدقني صرت خايف روح على الجنة لاني خايف ما تعجبني كتر ما تعودت على البهدلة ببلدي. تعودت على البهدلة؟ لك بتقتل وبتحرق وبتسرق واخر شي بتهين بلدك يا كلب. الله يخليك سيادة المحقق، لا تزاود علي. عملت كل شي بدك اياه بس لا تزاود علي. انا الكون كله بالنسبة لي سوريين وباقي الكون شوية عالم. انت واحد كذاب كذاب، ورح ننتظر على هذا الكون اللي عم تحكي عنه. والجيش السوري رح يدعوزكم انت والخوان اللي معك وكل الدول اللي عم تسلحك وتلعبك. ساعتها سيدي ما بتعودوا محتاجيننا، بتجيبوا شعب تاني لأنه اللي هون خلصوا. مفكر صاير مفكر معي، زيدوهم للشعر بيت.